مساء الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى النشره الجديده ترى الخير المسجله خلال 24 ساعتنا الماضيه، حيث سجل من الامطار بتوريرت 35 ملم، 18 ملم بمكناس، 17 ملم بشفشاون، 12 ملم بفاس، 11 ملم بتطوان بالعرائش وكذلك بطنجة، 7 ملم سجلت بالحسيمة، 5 ملم بوجدة، 4 ملم بإفران، 3 ملم بتازة، ومليمترين سجلت بنواصر بسطات وسيدي سليمان، فيما سجل مليمتر واحد بمدينة القنيطرة. وبتحليلنا لصورة الساتل نلاحظ سحب كثيفة وغير مستقرة بالشمال الغربي بمنطقة الشرق وكذلك بالريف. غدا بحول الله سيكون الطقس بارد بالهضاب العليا الشرقية بمنطقة الريف وكذلك بالأطلس، وبالمناطق الشمالية ستنتشر كتل ضبابية بسهولة بمنطقة الشرق وعلى طول الواجهة المتوسطية، فيما ستكون السماء غائمة بالشمال الغربي للمملكة بمنطقة الريف وكذلك بالأطلس وبالشرق، وقليلة السحب إلى صفية ببقية المناطق. درجات الحرارة ستصل بحول الله إلى 5 درجات ببولمان وكذلك بإفران، 12 درجة مرتقبة بكل من تازة بتونات وبوزان، ستسجل كذلك بالناظور وبمدينة تطوان بخنفرة وبمدينة خريبكا، و14 درجة بالرباط. وبالرباط ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 25 درجة، ستسجل كذلك بالجديدة وبمدينة طنجة 24 درجة، بالحسيمة 27 درجة، بوجدة 30 درجة، بفكيك و 28 درجة ستسجل بكل من بوعرفة بمدينة خنفرة وكذلك بخريبكة، فيما ستسجل 27 درجة بسطات. بوسط المملكة ستنتشر سحب منخفضة كثيفة مع ضباب بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية، كما ستهب رياح نسبيا قوية، هذا مع رفع بعض الزوابع الرملية بالجنوب الشرقي، فيما ستكون السماء قليلة السحب إلى صفية بباقي المناطق. درجات الحرارة ستصل إلى 14 درجة بالراشدية، 19 درجة بإرفود بزاقورة وكذلك بطاطا، و16 درجة بترودانت وبأكادير، وستسجل بسيتي إبني وكذلك بأسفي. ودرجات الحرارة خلال النهار ستتراوح مقاييسها ما بين 30 درجة بكل من الراشدية وبمدينة مراكش، 31 درجة بورزازات، 28 درجة بابن ملال، و24 درجة ستسجل بالصويرة وبمدينة أكادير. بشمال الأقاليم الجنوبية ستكون الأجواء عموما مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صفية، هذا مع هبوب رياح نسبيا قوية ورفع بعض الزوابع الرملية لا سيما بالمناطق الداخلية. درجات الحرارة خلال الليل ستصل بمدينة زاك إلى 14 درجة، 15 درجة بسمارة، و17 درجة ببكرة بقلت الزمور، بكل ستسجل كذلك بكل من مدينتي بوجدور والعيون. ودرجات الحرارة خلال النهار ستسجل 30 درجة بالزاق وبمدينة سمارة، 28 درجة بالعيون وكذلك ستسجل بطنطان، و25 درجة بطرفايا وببوجدور. في أقصى الأقاليم الجنوب يتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة مع نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية كما يظهر. درجات الحرارة ستصل خلال الليل ببئر أنسران وبأوسرد إلى 20 درجة، 18 درجة بالدخلة و19 درجة بالقويرة. وبالقويرة ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 23 درجة، وستسجل كذلك بمدينة الدخلة، 29 درجة ببئر أنزران، و27 درجة بأوسرد. وعن توقعات الأيام القادمة يوم الجمعة، يتوقع بحول الله نزول أمطار محلية وأحيانا رعدية بالمناطق الشمالية وكذلك الوسطى بمنطقة الأطلس بالريف وكذلك بأقصى الأقاليم الجنوبية، مع تكون سحب منخفضة كثيفة بالسواحل الوسطى، ودرجات الحرارة ستشهد بعض الارتفاع الطفيف خلال النهار. يوم السبت ستكون دائما الأجواء متقلبة ولله الحمد، مع نزول أمطار رعدية بالمناطق الشمالية بمنطقة الأطلس بالريف وبشمال منطقة الشرق، فيما ستهم زخات رعدية أقصى الأقاليم الجنوبية، ودرجات الحرارة في انخفاض خلال النهار. وأيام الأحد الاثنين الثلاثاء وكذلك الأربعاء ستكون دائما الأجواء غير مستقرة مع نزول أمطار الخير بمنطقة الأطلس بالريف بالشرق وبالشمال الغربي. أما الآن مشاهدينا أترككم مع توقعات عواصم المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط.
شكرا على طيب